مش ديك رجاء لا الى وَلَا يَعْلَمُونَ
Thank you.
أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأن تعلم به منا يا رب. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اغفر لنا ولا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآتنا من نزله ووسع مدخله وانزله بالماء والثلج والبرد وانقه من الذنوب والخطايا وارقص بالعرض الأبيض من الدنس. اللهم أدخله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم أدخله الجنة وفيه عذاب جهنم وفتنة القبر. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم آرس وحشته ونور ظلمته ومدد غربته واجعل السؤال بردا وسلاما عليه. آمين. رغبة من رياض الجنة. اللهم ثبت عند سؤال الملكين. اللهم أسعده بلقائك. اللهم أسعده بلقائك. اللهم أكرمه بشفاعة رسول الله. اللهم قابله بفضلك لا بعدلك. اللهم ارفعه في مقعد صدق عندك والمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. أولئك رفيقا. اللهم اجمعوا مع الذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعل البركة فيما تخلف من ورائه. الوالدين ديالو والإخوان ديالو والأحباب ديالو والأبناء ديالو جميعا اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها. اللهم اجعلهم من الصابرين. اجعلهم من المحتسبين. اجعلهم من المسترجعين. اجعلهم من عبادك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم ارحم صبر الصابرين وصبر الأنبياء والصالحين رب العالمين. اللهم ارحم ساكن هذه الديار. اللهم اشد عليهم الرحمات. اللهم أسكنهم فسيح الجنات. اللهم جازيهم جميعا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه من الجنازير والتراب وحدنا. اللهم أعنا جميعا على الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وقوته والصراط وزلته. اللهم اجعلنا في يوم القيامة من آمنين. اجعلنا من يأخذ كتابه باليمين. اللهم ثبت أجر المشيعين جميعا وعشر خطواتهم وآمن روعاتهم واغفر ذنوبهم واصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا نفسا مطمئنة نؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك شاكرة لنعمك محبة لأوليائك. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.